السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، متابعي قناة ميد لايف. تنتمنى أنكم تكونوا في أحسن حال وأحسن الأحوال، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد اللي غادي يجمعنا. وكنتمنى أنكم ترفعوا أيديكم دعوة بالرحمة لهذا الفقيد سعيد اللي القصة دياله معروفة، سعيد اللي ما شافش النعاس مدة ديال 6 سنوات، هذا الشاب اللي رب ديال الأسرة واللي تفاعلوا معاه كاع المغاربة، الحالة ديالو المزرية اللي وصل ليها بسبب ذاك المرض اللي قدروا عليه الله، اللي كيف ما شفنا ان في التدخلات ديالو في الخرجات الإعلامية ديالو كان كله إيمان، وأنه كان تتسنى النهار اللي غادي تشفى فيه. فسعيد رحمه الله، إن لله وإنا إليه راجعون، توفى بحسب يعني جميع المصادر وبحسب المقربين منه أنه توفى اليوم. فإن لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. إذن إخوتي وأخواتي، فكيف ما كتعرفوا هذا سعيد هو كان إنسان عادي كيعيش بحياة طبيعية بحاله بحال جميع الشباب وجميع الناس. كان في بداية زواج قدر عليه الله هذا المرض، هذا دخلوا مؤخرا الاطباء وعفوا المحسنين وبزاف ديال الناس اللي دخلوا على الخط ديال القضيه ديالو واللي دعموه ماليا باش انه يقدر انه يتشافى، دخل في مرحله ديال العلاج. لكن قدر الله ان اليوم يعني توفته المنيه، ان لله وان اليه راجعون. هذا الشاب هذا اللي كان تشكى في مجموعه ديال الفيديوهات وكان قال بان يعني كيستغرب علاش انه كانوا تيخبيو عليه الادويه اللي صالحه، وانه كانوا يعني ضيعوه بزاف ديال الفلوس في حين هو كان تتمحن. وكيف ما كنتو كتشوفوا الحاله ديالو الماساويه والحاله ديالو المزريه اللي وصل ليها بسبب هذاك المرض، وراكم عارفين الانسان اللي ما كينعش كيفاش الحاله ديالو كتكون، كيمشي عند الطبيب وكيضيع له فلوسه وكيضيع له في انه يبقى يمشي ويجري ويجيب دوية ما صالحينش، يبقى الانسان عايش في هذيك الحالة هذه باش ان الاطباء باش ان الناس اللي كي يضرب اسم الانسان والطب انهم يبقاو يستافدوا من الاموال ديال الزبائن ديالهم. واللي كي من اول حالة ديال سعيد اللي ضاع لي وقت كتير وكتير بزاف باش انه كان ممكن يتعالج. وهذا الكلام هذا راه قالوا سعيد، ما قلتوش انا، يعني هذا الكلام هذا عاشوا المرحوم، عاشوا عن احتكاك وعاشوا في الواقع ديالو، الواقع اللي كان كيعانيه واللي كان كيقاسي فيه بوحدو واللي ما لقاش فيه العوين ولا رحيم لولا تدخل الاعلام ولولا تدخل القنوات اللي دخلت على الخط واللي شهرات بسعيد وخلات ان مجموعه ديال المحسنين انهم يدخلوا على الخط باش يعتقوا وباش يتكلفوا ويتكفلوا بالعلاج ديالو وكل المستلزمات الضرورية باش انه رجع للحالة ديالو. فكما كتعرفوا في المرحوم رحمه الله فكان ما كينعش يعني مدة ديال 6 سنين يعني ديال العذاب، 6 سنين ديال البحاين كيف ما شفتوا، فولا نحيف الجسم. وكيف ما كتلاحظوا في هاد الصور قبل ما انه يكون مريض كان انسان كيبان على خير، كان انسان كيبان يعني انسان عادي بحاله بحال جميع الناس. لكن من بعد مرض في الحاله ديالو الدهورات بشكل كثير، هذاك المرض الجلدي الله يبعده على اي انسان. وفي الختام تنتمنى انكم ترفعوا الايادي ديالكم وتدعيوا الرحمه بالرحمه لهذا الشاب الفقيد سعيد اللي ما شافش النعاس 6 سنين. إن لله وإن إليه راجعون، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. في الختام خوتي وخواتاتي تنتمنى أنكم ديروا واحد مشاركة لهذا الفيديو هذا، واللي باقي ما اشتركشنا في القناة قناة ميد لايف تنتمنى أنه يدير لنا اشتراك وهذه المناسبة يدخل العائلة ميد لايف. تنتمنى لكم الصحة والعافية، وإن لله وإن إليه راجعون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.